بتشرب كرفس وبقدونس. ده الإجابة اللي قالتها أسماء جلال لما منى الشاذلي سألتها عن سر رشاقتها وسر وزنها المثالي. بشرب كرفس وبقدونس. اسمعي مني، بيجيب من الاخر. ايوه لا قولي هسمع. زي ما قالت بالظبط، الكرفس والبقدونس من الحاجات المهمه جدا عشان تنزل الميه الزياده والوزن الزايد. صحيح هي بتقول ان هي بتنزل الفاتس والدهون، ولكن ده الكلام ده مش مظبوط، هي بتنزل الميه الزياده اللي بتاثر على حب احنا الوزن. بقى نزود ان الميه الزياده لما بتنزل مش بتاثر بس على الوزن، كمان بتقلل من مشاكل وامراض الكلى وامراض القلب، بتقلل الحمل الا على المفاصل، وبالتالي بتقلل من خشونه المفاصل ووجع العظام، بتنظم حركة القولون، وبالتالي بتحد كتير من مشاكل المعدة، مهمة جدا لصحة البشرة طب والشعر. السؤال المهم جدا، ايه اللي بيخلي المية تتراكم بكثرة جوه الجسم؟ حاجة، العدو الاول لتراكم المية جوه الجسم هو ارتفاع الانسولين، وده اكتر حاجة بتعملها تناول السكريات والنشويات البسيطة. لخبطة الاكل والسكريات بيعمل احتباس للسوائل جوه الجسم وبيزود. تاني حاجة زيادة الصوديوم جوه الجسم، واكتر حاجة تزود الصوديوم جوه الجسم هو تناول الاملاح بزيادة، كل ما تكتر املاح الميه تزيد جوه. بعض الادويه زي الكورتيزون وادويه السكر من الحاجات اللي بتحبس ميه جوه الجسم، وبالتالي بتعمل ووتر ريتنشن. مرضى الكلى اللي بيعانوا من مشاكل الكلى من الحاجات اللي بتعمل احتباس في السوائل جوه الجسم. واخيرا التغيرات الهرمونيه عند السيدات زي في الدوره الشهريه او تناول بعض انواع منع الحمل من الحاجات اللي بتعمل احتباس للميه جوه الجسم. يبقى اسمعوا نصيحه اسماء جلال، اشربوا كرفس وبقدونس، وابعدوا عن الحاجات اللي ممكن تزود لكم احتباس ميه جوه الجسم. هتعيشوا حياه صحيه، وزن مثالي، بشره صافيه، صحة قلب وصحة مفاصل.